الأقوى، البرنامج الاجتماعي الأول في تونس المسامح. ديما كريم تنطلق الحصة الجديدة من المسامح. مشاهدينا الكرام تنجموا تتصلوا بنا على رقم 20 230 430. أعطيوني أقوى على هذا البرنامج. علاش طلقوا هما؟ تعارقوا مشكلتهم الفلوس. ولدي يطلق الآخر هي معاها. اش تقول لك هي؟ قلت معاها تقول لي انا صبرت صبرت كهو يزي يومي نعيمه، صبرت صبرت يزي كهو. هو مهدد بالنفقه، ولد ما عندوش بطاقه تعريف راحت له، ما ينجمش يمشي يطلعها في المركز. علاش مهدد بالنفقه؟ ما هوش يرجع، حطت له تو على النفقه صاي يخرج. شكي بيه يعني؟ شكي بيه ويتشد ولدي، تو كان يخرج يتشد يتوقف. قداه مسال هو؟ 8 ملايين. اليوم ذكرى، انت جيت للمسامح ديما كريم تلوج على أمك الحقيقية. لو قعدت أمك هذية موجودة وحية كنت تفركس على أمك؟ لا مستحيل. كيفاش؟ علاش؟ خاطر أنا سمرة وأمي بيضة وعينيها شهل، فهمتني؟ فما ديفيرونس، فما ديفيرونس، فما ديفيرونس بيناتي أنا وياها، فهمتني؟ لا عنده كرني، لا عنده بطاقة تعريف، لا عنده حتى سدي، ما نجيبو فيرا. اليوم أنا ما صلفت بزيتك، والله صلفت بزيت، والله. شبيك هيك المقبلة نشوف فيك في الكواليس حزين وتوا تبكي، شنو عندك شبيك؟ مشكلتي أنا ومرتي. شبيها مرتك؟ طلقت أنا ويا وما ما نجمش ننسيها من حياتي جميعا. ماتت زهرة، تعبت ذكرى، يكون عنوان لحياتك هذا؟ مشات هي، أنا تعبت بالقدا بالقدا، تعبتها على الأخر وتوا مازلت تعبة. عندي ثلاثة صغار. أولادي؟ أي أولاد. وأنت اللي تصرف وأنت اللي تريد؟ أنا اللي قايمة بكل شيء. بوهم وين؟ ما سامحني سي عبد الرزاق، ما جابش نجيبك عليه السؤال. انا وريتك؟ انا ما نخليش ولادي جمله واحده، مستحيل. زاد ما تخليتش عليهم؟ جمله وما تخليش عليهم. ولكن انت تلوم امك اللي تخليت عليك؟ نلوم عليها، تخليت عليا بالطبيعة. تعبت نفسي، نوم ما عادش نجم نرقدو، وليت راسي متمر في يدي. لا ما نجمش نحس على خاطر. ما تمنيتش عندك بو؟ لا. ها ديما كريم، مساء الثلاثاء 9:45 على قناة تلفزة تي في.